في ستات كتيره جدا بعتت تقول ان هي عايزه تعمل الماسك بالبخار في البيت. الحقيقه انه انا قعدت افكر كتير جدا نعملها ازاي تعمليها في البيت، ازاي تعمليها بشكل صح، ازاي تعمليها بشكل اقتصادي وتعمليها بشكل سريع وفي نفس الوقت تجيب نتيجه. فلقيت انه احنا ممكن نعمل ده في الاستوديو بتاعي هي وبس، ولكن ده هيتطلب مني انه انا امسح الميك اب بتاعي او المكياج بتاعي علشان خاطر اعرف اعمل لحضراتكم ده. الحقيقه ان انا اهتزيت شويه لانه اكيد كل مذيعه تحب تطلع حاطه روج وعامله ميك اب وكذا، لكن انا قلت في الاول وفي الاخر عشان خاطر عيونكم وعشان ده طلبكم وعلشان ده اللي انتوا عايزينه فانا هعمل ده بمنتهى الحب. فاول خطوه هو فكره تنظيف البشره. هحاول ان انا دلوقتي انظف البشره على قد ما اقدر وانا معاكم كده على الهواء. المرايه المفروض ان احنا كنا اتعلمنا قبل كده ان احنا بنقطع الوايبس 4/4 علشان نمسح كل حاجه، بس انا ما اعتقدش او اعتقد ان احنا معانا مقاس. وانا بكلم حضراتكم دلوقتي حتى حله فيها ميه بتغلي جنبي على البوتاجاز. زي ما كنا قلنا في بدايه حلقات هي وبس ان احنا بنقطع الوايبس ده 4/4، انا بس هعمل في واحد كده بس يعني لو احتجت بقى وايبس ثانيه مش هقطعه، بس ده توفيرا لفكره الوايبس وفي نفس الوقت يعني بنوفر اقتصاديا وفي نفس الوقت بتبقى عملي اكتر. معلش هنضطر بقى يعني استحملوني من غير مكياج خالص تماما. انا مش عارفه انا بعمل كده ازاي بس يعني ماشي. طبعا هي حاجه كبيره كده عشان انا عاملاها حنه، هي هو ده شكلها يعني الطبيعي. معلش كمان مضطره امسح الروج خالص. وطبعا المناخير. تماما. اي ميك اب طبعا فوق عين تحت عين اي حاجه اي حواجب اي كده لازم تكون نظيفه تماما. وهكذا بالشكل ده. انا مسحت المكياج كامل. معلش انا اي طبعا حاجه تحت عين مش عارفه ايه لازم الوش يبقى مبسوح كويس جدا. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا عملت كده ومسحت المكياج كامل. تسمحوا لي بس ان انا وانا معاكم دلوقتي هحاول اغسل وشي عشان لو في دهون او حاجه او رسوبات الوايبس. طبعا الشعر هيبوظ بس مش مشكله خالص. وبكده انا مسحت الميك اب كامل عشان نعرف نعمل ازاي
البخار في البيت. يا رب يعني يكون الشكل مقبول واحنا بنعمل الفقرة دي. احنا محتاجين فوطة، حلة مية مغلية، ونعناع. ده الشكل المبدئي. معلش، او بابونك. معلش اسمحوا لي ان انا كمان هضطر ان انا الم شعري بالطريقة دي عشان اعرف اعمله. مية مغلية، بنجيب النعناع وترشي حبة نعناع عليها. نعناع مفيد جدا للبشرة. بنسيب الحلة تغلي بالنعناع. فوطة، اي فوطة عندك بتكون موجودة. انا هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي، خلاص احنا مش محتاجين نعناع. عندنا تلج، عندنا زبادي، عندنا عسل. بعد ما هنعمل دلوقتي معاكم مباشرة ازاي تعملي حمام بخار في البيت، هنعمل بعد دي على طول الماسك. الماسك اللي هو زبادي، علبتين زبادي وعسل، او علبة زبادي وربع كوباية عسل. مهم جدا جدا النعناع اللي يتحط على المية، لانه بيلطف جدا البشرة وبيظبط المسام وليه فوائد كتيرة جدا. اعتقد انه المية ابتدت تغلي. المفروض ان انتي بيكون معاكي اي حاجة، اي بنسة، اي حاجة بتلمي بيها شعرك تماما، او في تربع، طرحة، اي حاجة بتحطيها على شعرك علشان تقفلي بيها الشعر تماما، علشان البخار ده يعني مع ان البخار مفيد جدا للشعر، بس انتي لو عاملة شعرك او مش عايزة تغسليه ساعتها او اي حاجة، تقدري تستعيني بتربع او فوطة او اي حاجة او طرحة علشان تربطي بيها شعرك. دي المرحلة الاولانية للبخار. المرحلة التانية بعد مسح المكياج، المفروض ان انا بحط وشي كده في المية، بس ما تحطيش وشك قوي لتحت علشان الحلة ما تلسعكيش او البخار ما يضايقكيش. فانت المفروض ان انت بتعملي كده. انا بس عايزه الكاميرا تجيبني بالوضع ده كده. طبعا لو نفسك ضاق ممكن تطلعي تاخدي نفسك وترجعي تاني. وطبعا الكلام ده هيتم في المطبخ يعني على البوتاجاز. بتطلعي تاني تاخدي نفسك. اظن انتوا شايفين انه انا البخار بتاع الميه عامل ازاي. ولو انت عندك مشاكل في التنفس تحاولي على قد ما تقدري ان انت تستنشقي الهواء ده، لانه النعناع بيساعد جدا في فكره انك تظبطي نفسك. طبعا اللي انا بعمله ده دلوقتي، المفروض ان انت اخر حاجه تعرفي تعمليها هو ان انت تقعدي ربع ساعه، وده بيبقى مره كل 15 يوم. ما تستغربوش قوي من شكلي، متخيله انا مش شايفاني بس انا متخيله شكلي عامل ازاي. بس ده ازاي تعملي بخار في البيت. انا بس وانا بعمل ده، عقبال ما ده يخلص، انا بس بطلب من الساده الزملاء دلوقتي ان هم يجيبوا لي. انا نسيت اجيب، عايزه عيدان قطن بعد اذنكم. عيدان قطن. وارجوكم ما تقربوش قوي من الحله علشان ما تتلسعوش. مفروض انه انا اقعد ربع ساعه وشي في الحله
والفوطه على راسي. لحد ما يجيبوا لي القطن. هو ده المنظر اللي انتي المفروض تبقي عليه. وبعدين زي ما انتوا شايفين كده وشي كله، انا عايزه بس الايوه وشي كله كده بقى شايفين مايه اهي. طيب فاللي احنا بنعمله انه انا بتجيبي مناديل، طبعا مش عارف بص كل حاجه بص مش مهم خالص، بتجيبي مناديل تاخدي تلجه جايبيني التلج ماسك ليه يا جماعه اهو، تجيبي التلج بهذا الوضع هذا الشكل، وبعدين بتبتدي تعملي كده شكل دائري جدا اهو الطريقه دي كده. معلش ثواني عشان انا كمان السماعة وقعت مني اهو. التلج فايدته ان هو بيوسع عفوا بيقفل مثلا اهو بالطريقة دي ولازم طبعا تقفلي المسام بتاعتك لان انت لو ما قفلتيهاش ممكن يجيلك بكتيريا اهو اهو الطريقه دي. القوره كده مناخير لو انت عندك مشكله في مسام المناخير اهو، وانا كل بقيت ميه. وبعدين تنشفي ممكن الفوطه تسنكو بالوضع ده كده طيب انا ليه طلبت من السادة الزملاء القطن؟ لانه بس انا دي يعني انا ما عنديش حبوب زهرة، في حالة ان انت عندك حباية طلع قبل مرحلة التلج يعني بعد ما بنحط وشنا في البخار وبنطلع بنجيب القطن ده. لو هنفترض ان انا عندي مثلا حاجة مثلا هنا مش بصوابعك لأن الصوابع بتعلم، يعني لو عايزة تعملي حباية يا إما بتعمليها بدول ومش بالضوافر لأن الضوافر برضو بتعلم، يا إما بتعملي كده 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 لو عندك مثلا هنا كذا واحدة، وبعدين نبتدي نعمل مرحلة التلج. طيب ده حمام البخار سهل جدا، مية ونعناع بتغلي في المطبخ بنحط وشنا ربع ساعة بنطلعه، عندنا حبوب زهرة بنعملهم بعودين قطن بنخلصه بنقفل المسام بالتلج، ايه دي حمام البخار.